إنما نقدر نحسبها تحليليا، نقدر نحسبها بتحليل المشهد من 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 كل جوانبه. أنا عندي عدة فئات من غير المشاركين، من الذين لم يشاركوا في هذه، منهم الفئة دي اللي هي أنصار الإخوان وأتباعهم وحلفائهم. عندي فئة تانية عريضة جدا، وهي فئة المصريين الذين فقدوا الثقة في السياسة كلها مرة أخرى. عندي قطاع من المصريين فقد الثقة في السياسة بكلها، وعلى رأسها جماعة الإخوان. يعني ليه فقدوا السياسة؟ لأنه بعد 3.5 سنين وجدوا أنه الوضع في البلد بيعود إلى الوراء، ما بيتقدمش للأمام، وأنه كل القوى السياسية اللي رهنوا عليها رهاناتهم كانت محبطة. ففي حالة من عودة إلى الحالة اللي كانت قبل ثورة 25 يناير لدى قطاعات متنوعة من المصريين، لم يعد لديهم ثقة في السياسة ولا في الحياة السياسية بكل النخب السياسية اللي موجودة من أقصى اليمين لأقصى اليسار. عندي فئة ثالثة، دي فئة بالذات متركزة في الشباب الصغيرين الذكور بالذات، اللي هم من 18 لما بين 25 و30 سنة. هؤلاء اللي هم كان وصل، اللي كانت أملهم لمست السماء مساء 11 فبراير والايام اللي بعديه، وفضلوا يحبطوا يوم بعد يوم يوم, يوم يوم بعد يوم. وكان حكم الاخوان اللي هم ممكن يقولوا ان الناس قطعوا بسبب دعوه، كان حكم الاخوان هو احد اهم اسباب وصول هذا الاحباط الى درجه متقدمه. وهذا الاحباط وصل بقى الى اعلى ذروه له بعد ثوره 30 يونيو، لما لقوا ان اخر حاجه شاركوا فيها واللي كان عندهم امل، اخر امل بالنسبه لهم، لم يؤدي ايضا الا الى تخبط مره اخرى، وانه جزء 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 منهم اصبحوا اعداء للمجتمع واصبحوا يصنفوا باعتبارهم اعداء. ففي قطاع من الشباب الان بيعود الى الحلول الخاصه، كل واحد يبحث عن حل لمشكلته، هو يبحث عن عمل في الخارج، يبحث عن بتاع. فالحقيقه احنا عندنا تنوع في اسباب الانصراف، مش كله له علاقه بالمقاطعه السياسيه.